السلام عليكم الأخوات، صح رمضانكم. رانا لافيت على رمضان، حبيت نوري لكم شوية المشتريات. أنا ماشي معرفة ندير لكم على القضيان اللي نقضيه، خاطش كل واحد وش يخير وش يحب يخير الدوزة اللي يشريه. بصح باش نعطيكم فكرة فقط، اللي ساكنين ماشي في دول إسلامية باش يشوفوا وش كاين في كندا، وش كاين منتوجات اللي يقدروا يشريوها. انا يا بالنسبه لرمضان ان شاء الله شريت قيس سمانه هكذاك، مام با ديفا ديجا كاين اللي بديت نخدم بهم، ديجا شريتهم وبديت نخدم بهم ديجا. معليش كي خلاصني نعاود نشري نورمال، مشيتش بزاف بزاف. ما نكونجليش لي تروك، عندي غير اللحم والبولي اللي نكونجليه، نشري فوغيا مزيغ على شاك فوا، سما في شاك ويكاند نخرجو نشري وخلاص. الحاجة اللي شريتها عندي هذا بياتريس لي دبوغ، هدايا البن تاع هنايا، هذا هو البن. كاين بزاف اللي معلبالهمش بلي هذا هو البن، يحوسو على البن. هذا هو باش ندوزو بيه، باش نفطرو بيه ان شاء الله مع التمر. التمر اللي نشريه هو التمر الجزائري، هذا لا مارك سارة، يجي معسل هايل. هذا هو التمر اللي نشريه هنايا، على بالكم في رمضان ما لازمش التمر يخطي. انا ما يخطينيش على العام كامل، بصح في رمضان تاني لازم تكسروا به الصيام، خاطر هو لحيمتكم بالسكريات اللازمه للجسم اللي ما حش تضر الجسم، وتاني تكون لازمه للجسم باش تكسروا بوغامبر لو جون كيما نقولوا. اشياء اخرى عندي البيض، شريت البيض، نسحقوا بزاف البيض على بالكم، راح نديروا شهيوات. دي فوا البيض نغليوه ونحطوه مع الشلاضه مليح، دي بروتيين زياده. عندي هنايا عندي شري الفرماج لافاش كيري باش ندير به لي سالي. عندي هذا الفرماج فيلادلفيا، نشري بزاف، انا نشري هذا ونشري عندي هذايا تاني، نشري هذا لي جي نشريه نواسي به بزاف تاني لي سالي. شريت الزبده، انا هذه الزبده اللي نشريها سون سيل، فيهاش الملح، لا مارك بيسيل. وشنو شريتو تاني؟ الحليب، الحليب باش نعمل الفلان، هاك شتو ديجا راني بديت نشربو فيها، بديت نستعمل فيها. عندنا الشربة، عندنا الطوماطيش، باد طومات هنا واسمها لا طومات كونسونطري اسمها. بالنسبة لل انا ديجا راني غسلتهم وحطيتهم في البلاور، شيت باش نواسي الشلاضة. عندي لي كورنيشون هنايا، شيت فلفل مرقد، وشيت زيتون ديكوبي الخضر باش نواسي به المملحات. شريت ثاني هنايا زيتون اسود، هنايا عندنا شحال ما كايناش زيتون، كي ولاو يجيبوا هذا الزيتون من الجزائر عنده الطعم تاع الزيتون الكحل تاع الصح، لو فري. هذا شريت منه بزاف، عملت غسلته مليح ودرته في بلاور، هذا خليته هكذا حتى يخلص الاخر باش خفت ما يزيدش يجيبو. عندي شي كسكسو باش نسحرو به بشويه زبيب في الليل هكذاك مع السحور. عندي الحميصه، الحميصه اللي شريتها، شريت هذه اللي سبا، راني ديجا حليتها خاطر علاش شمختها من قبل، و اذا عندكم حميصه ما طيبش بي فيه طيبوها من قبل، ننصحكم طيبوها من قبل، زعما تشمخوها ليله كامل وغدوه من داك طيبوها وتكونجليوها هكذاك، تنحوا لها داك الماء وديروها في لي ساك دو كونجيلاسيون وتكونجليوها باش يجيكم ساهل باش تعملوها مع الشوربه. واش اللي شريت؟ اكيد ما حش نوري لكم كلش كلش واش شريت، انا نوري لكم برك المنتوجات اللي ساكنين هنا باش يقدروا يعرفوا واش يشريو. هذا ما كان، ومن بعد راح نوري لكم وين شريت كل حاجه، نديكم جوله في المحلات اللي شريت بها.
باش تشوفوا كاين هنا ريحه رمضان، يعني داروا لنا هذا العام ريحه تاع رمضان سبحان الله ما شاء الله. هنايا عندي شيت ديول، شيت بزاف لي باكي عاملي، كاين ربعة شيت شت واحد ستة هكداك، شيت لاباط فويتي هاد العام محش نخدمها، شيتها واجدة ما رانيش قادرة ديجا، راني كتسمعو فيا راني اسوفلي ديجا. شريت هدايا صبتو غابي نقص في التخفيض كان فيه، شريت ثلاثة قلت ندير فيه هو هنا سي دي كواسون، مي ماشي حلو ماشي حلوين هاد لي كواسون هادو، نديرهم مملحات ان شاء الله اوليو ندير دي فوا ندير بوراك دي فوا البيتزا دي فوا البريك دي فوا ندير هادو، ما كل خطره واش نعمل حاجه. وشريت هادي بات فيلو، هذه اللي نشريها انايا اللي ندير بها الحلويات. كي داك ما سبقتكم شفتوا العام اللي فات انا الطابله تاعي جد بسيطه، ما نديرش فيها بزاف حاجات، عندي حاجات خفاف برك، عندي شربه وندير شويه مملحات، ندير شلاضه والجواز هذاك نحيه كامل، دي فوا ما نديروش كامل، دي فوا نقلي غير شويه بطاطا، ما حنايا ما ناكلوش بزاف، عندي وفي السهره نجبد واحد جوج حبات ولا ثلاثه برك، راحين نشربوهم مع لاتاي تاع الحلويات، ندير ونديرهم في الكونجيلاتور، راح ندير لكم ان شاء الله فيديو للحلويات تاني. وشريت عندي شريت تمر العجوه كيما التمر جينا هاي ليك، هادي ما باليش قلت واخا ندير شويه مقروط مع السهل ولا ميدا ما درتش في رمضان نخبيها، هادي جابوها لنا لا مارك سيدار توجور. العسل المرجان هذا اللي سبتو ما فين يجيبوا لنا نونورس هاد العام جابوا لنا هذايا. شيت هذا بودرة بات معناتها بيكين باودر واليفور تاع الكاطو، شريت ايضا هادية الدقيق الرقيق هدايا تاع لاجين، هدا هو لي نشريه هنا، شريتو من هاد المحل لونغو لاغوريا، هاوليك لاماخت سيدار تاني انا هدا هو لي نشريه، وكاين واحد اخر اسمو سارة تاني مليح ما صبتوش هاد العام جابو هدايا. عندي مزهر هدا لي مافا نشريه سمرة، شريت مزهر باش نشري الحلويات تاتو، شريت فلون نوارا كيما راكم تشوفو فلون نوارا راهو كاينو تاني، شريت تاع تلاتة باك تاع شوكولا و باقي فاني باش شريت هاديك البيدون تاع الحليب كبيرة باش نعملو الفلون، و هذا ما كان بالنسبة لهادوما. شريت الخضرة تاني الخضرة كل واحد باسكو كاين لي يدير حريرة كاين لي يدير شربة فريك كاين لي يدير شربة فيرميسال، انا ندير شربة فريك على 30 يوم سما كل يوم نديرو شربة فريك. عندي انا شريت طوماطيش شريت القلعة شريت الزروبية، تما درت اون ليست، يعني الاحسن ديرو اون ليست تعرفو واش راح نشرو كامل باش ما تنساوش. انا شريت هادو تاع الشربة الشلاضة، شريت الشلاضة تاع الوراق، شريت الخيار وشيت المملحات، شريت السلق وما نساوش القارص اللي راح نعصروه ونديرو به لي زي، ما تنساوش الفاكهة تاني باش تعصروهم ديرو دي جو نديرو بهم دي سالاد دو فخي، خاطش كاين بزاف لي ينساو ياكلو الفاكهة في رمضان صح، باسكو يكونو تعمرو خلاص تقالو. تقدروا تشيو الدلاع اذا كنتو عندكم سخانه بزاف، الدلاع ثاني فيه الماء بزاف اكيد، هادو اللي شريتهم انايا. بالنسبه للحشيش والمعدنوس ولا ثاني الكرافس اللي استعمل الكرافس، انا نديرهم في اون بات هكذا كما راكم تشوفوا، هاوليك الحشيش انا ندورو هكذا في بابي ندورو مليح باش يقعد لي، راك تشوفوا شوف يقعد صحيح
يقعد لي مليح، نديرو هكذا في البابي ونطلع ليه هكاك في 3 ايام 4 ايام نبدا البابي دا تشمخ، ونغلق عليه في اون بواط. الحشيش والمعدنوس نديرهم انا هكذا، ميم النعناع، النعناع نديرو بنفس الشكل. هنايا في هاد لاباط عندي الحشيش معدنوس والنعناع، ميم النعناع يقعد لي فخي. النعناع عندي عنده 15 يوم هو عندي، راه قعد لي بيان. ندير في هاد لاباط كيما راكم تشوفوا الاشياء، يعني الوحيده اللي درتها في الكونجيلاتور ابار هذاك بات فيلو لا بات فيتي وهذوك لي بات، درت عندي هنايا اللحم. شوف كيفاش انا نعملو كل واحد قطعت له. انا شيت مرصوات صحاح وقطعت انا الطراف اللي حبيت. سما كل يوم عندي في الشوربه ناخذ هدايا نديرو في الشوربه، نعرف شحال من طبق راني واسيت. راني دايرتهم هكذايا باش نبدا رمضان تاعي ان شاء الله. هادو يشدو لي كومام، يشدو لي انا درت وقيلا 15 يوم في والو. الشوربه انا نعملتها يومين، ماناش غاشي بزاف في الدار. عندي البولي تاني غسلتو نحيتو لابو تاعو وخصيتو ما ملح ونحيتو لابو تاعو وكونجليتو. كي خصني راني نزيد نشري، عندنا حنا اللحم حلال تخرج صح بعدي شويه تقدري تشري، ما عندناش حنايا تروحي ابي تروحي تشري المواد اللي تحقيهم، تروحي بالطوموبيل مي خطره هكذايا تروحي تشري وخلاص. ما حش نكثروا بزاف من اللحوم اكيد في شهر رمضان، ما كثروش بزاف من الماكله بزاف، كثروا اكثر من المواد اللي فيهم الماء بزاف كيما الفاكهه، كثروا من ما تكثروش من الحلويات ايضا. السكر هذاك تاعهم ماشي مليح. كاين كلوا شويه مكسرات، ملح المكسرات، كلوا الفواكه الجافه سورتو في الصباح في السحور. خذوا لي برودوي ليتي تاني ملح للجسم. اذا هذا هو النصائح اللي ممكن نعطيهم لكم.